ولا زلنا بنتكلم معاكم في الكنيسة على الخريطة عن انتشار الكنيسة في جنوب إفريقيا. أنا دلوقتي معايا يعني موجود في مدينة اسمها تمبيزا في جنوب إفريقيا. الكنيسة هنا موجودة وموجودة بقوة وبتخدم بشدة كتير جدا الموجودين هنا في المدينة، وعدد كبير جدا من الأسر بيجوا هنا ويستمتعوا بحضن الكنيسة الجميل. بالتأكيد إن الكنيسة تيجي هنا في تمبيزا ده مش أمر سهل، ده وراء مجهود شاق جدا، وراء تفكير، وراء رؤية للخدمة في إفريقيا وبالتحديد هنا في جنوب إفريقيا. معايا الأنبا أنطونيوس مرقص، أسقف شؤون إفريقيا وأسقف هذه المنطقة، الحقيقة الأسقف الكارز اللي نشر الخدمة في إفريقيا كلها. يتكلمنا عن سيدنا، عايز أتكلم مع نيافتك دلوقتي عن انتشار الخدمة وانتشار الكنيسة. إحنا دلوقتي في تمبيزا وزرنا أكتر من مكان، وزرنا قرى وزرنا أماكن بعيدة خالص عن المدن الكبيرة. إزاي الكنيسة انتشرت بهذا الشكل، وإزاي نيافتك بتعرف إن في احتياج بالفعل للكنيسة في أي منطقة وبتسعى إن تشتري أرض وتتبني ويبقى لها خدام وكهنة؟ إحنا طبعا بنعمة ربنا جينا هنا سنة 92 بناء على نصيحة وتوجيه قداسة البابا شنودة الثالث الله ينيح نفسه. الحقيقة جينا هنا سنة 92 وتقابلنا مع فادر مرقس خوبي اللي هو كان زمان في عهد المطران مرقس اللي كان اترسم على مطران جنوب افريقيا ونيجيريا، وطبعا دول عرفونا بناس اخرين مسمين نفسهم افريكان اورثودوكس تشيرشز اللي هو الكنائس الافريقيه المستقله، ولكنهم مشتاقين جدا جدا ان هم يبقوا كانونايزد. كانونايزد يعني ياخدوا الرسامه الرسوليه اللي هي بتاعت مريم مرقس، زي ما كلهم كانوا عارفين ان في مسيحيه ارثوذكسيه اصيله رسوليه من ايام مريم مرقس في اسكندريه وعمرها 2000 سنه. طبعا دي كانت بتشد ناس كتير جدا جدا، فابتدوا جمعونا او دعوني في بيت واحد منهم اللي هو كان كنت عنده في يوم السبت في الكنيسه، وده جمعتهم كلهم هناك وقالوا لي ان احنا نفسنا خالص خالص ان احنا نترك، كنا تابعين كنيسة الأنجليكان لكن احنا عايزين نتبع الكنيسة الرسولية الأولى، وطلبوا طلب قدموا طلب انضمام ووافق عليه البابا شنودة بنعمة ربنا. ثم أيضا بعد كده ابتدينا نعلمهم وندرسهم، وفي سنة 94 سافر منهم 7 راحوا مصر وقداسة البابا رسمهم كهنة لأول مرة عشان ياخدوا الطقس الرسولي، ثم أيضا أعطاهم أسماء أرثوذكسية. وبعدين بدينا بعد الموضوع ده البابا قال لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا عايزين كنائس، فوصاني ان انا ابتدي ادور، ودورت هنا في المنطقه دي ووجدت في البلديه الارض دي موجوده مخصصه لكنيسه، قدمت طلب واشتريناها سنه 95 وابتدينا نبني فيها، وبعدين ابتدت تتطور وبنينا الكنيسه دي وكان ليها شعب كتير جدا 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 ولا زال. وبعدين طبعا بنى الشعب هنا بنى بيت الكاهن ده اللي على يمين، ثم ايضا بعد كده بنينا هنا لسه السنه اللي فاتت سنه 17 18 مركز تنميه للاطفال، باعتبار ان احنا نحب ندي النظره الشامله لاحتياجات الانسان اللي هي الهوليستيك ابروتش. مركز تنميه للاطفال يا سيدنا، ده بيقدم ايه للاطفال؟ ده تقدر تقول عنه زي كريش مثلا. يعني لما اتفتح في نص السنه دي كان بيحضر كل يوم حوالي 90 طفل بيجوا يقعدوا هنا من 8 صباحا ل 5 بعد الظهر، بيتعلموا ترتيل الحان، صلاه، مدامير، وبعدين ايضا بيدوهم اشغال يدويه ويشوفوا احتياجاتهم اذا كان محتاجين لبس عشان خاطر هم فقراء جدا واشباه عرايا، ثم ايضا ياخدوا اكله، يحضر كان في مطبخ وفي سوشيال هول يحضرهم اكله، الاكله الوحيده اللي ممكن الاطفال دول ياخدوها عشان خاطر يقدروا يعيشوا، لان طبعا هنا في كتير قوي فقر كتير في المناطق دي.